أرست شركتا أرامكو وسابك السعوديتان عقد إدارة مشروع تحويل النفط الخام إلى كيماويات على مجموعة KBR الهندسية الأمريكية لإدارة المشروع والأعمال الهندسية والتصميم. وكانت سابك رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، وأرامكو أكبر شركة نفط في العالم، قد وقعتا اتفاقا لبناء مجمع لتحويل 45% من النفط الخام إلى كيماويات مباشرة.